قبل 14 مليار سنة كل المادة وكل الطاقة المعروفة لنا والموجودة في الكون حالياً وفي السابق موجودة في حيز يعادل 1 تريليون من نقطة ترسمها بقلمك. كانت الحرارة عالية جداً وجميع قوى الطبيعة كانت مدمجة في كيان واحد للتحول لاحقاً إلى كون. نحن إلى الآن لا نعرف كيف انبثق الفضاء اللامتناهي في الصغر الذي أخذ يتمدد ويتوسع بسرعة منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا. عرف هذا الحدث بالانفجار العظيم. الانفجار العظيم. تعود أساس فكرة الانفجار العظيم إلى الفلكي الأمريكي إدوين هابل الذي طرح فكرة أن المجرات تتحرك وليست ثابتة وأن الكون الذي نعيش فيه تمدد باستمرار، لتساهم هذه الفكرة بولادة نظرية الانفجار العظيم. سابقاً كانت الفكرة السائدة هي أن الكون والمجرات ثابتة لا تتغير أبداً، ومع بداية القرن العشرين جاء الكثير من علماء الفلك والفيزياء بنظريات وفرضيات علمية حول الكون وحركة المجرات. استنتج عدد من العلماء أن عكس عملية التمدد الذي يشهده الكون سوف يؤدي به إلى العودة إلى نقطة لا متناهية في الصغر والكثافة، سماها الفيزيائي البلجيكي جورج لومتر عام 1927 الذرة الأولية، حيث لم يكن هناك وجود لمصطلح الانفجار العظيم في تلك الفترة. مصطلح الانفجار العظيم ظهر في أذار مارس 1949 من قبل عالم الفلك الإنجليزي فريد هويل رداً على فكرة جورج لومتر. لاقت نظرية الانفجار العظيم القبول من قبل علماء الفيزياء والفلك كونها تجيب بشكل منطقي على ألغاز وأهمها تفسير إشعاع الخلفية الكونية الميكورية وغيرها من الفرضيات الغير مفسرة. بداية الانفجار العظيم. العلماء ما زالوا مختلفين حول بداية الانفجار العظيم وكيفيته. يرى العلماء أن الانفجار العظيم لم يكن انفجاراً بمفهومنا عن الانفجار، بل أنه بدأ الفضاء بالتوسع في جميع الاتجاهات في نفس الوقت، منطلقاً من نقطة صغيرة جداً ولا متناهية في الكثافة ذات حرارة كبيرة، لينمو ويكبر الكون بسرعة كبيرة تفوق مفاهيمنا عن سرعة الزمن. في ظروف عالية الضغط والحرارة بلغت درجات الحرارة 6 تريليون درجة مئوية، تمدد الكون المتسارع وحرارته فتح المجال لاتحاد الكواركات ضمن بروتونات ونيوترونات، أدى الاندماج لظهور الهيدروجين بالإضافة إلى الهيليوم والليثيوم. استمرت هذه العملية قرابة 380,000 سنة. انخفضت درجات الحرارة في الكون، ما مكن الهيدروجين من الاتحاد مع الإلكترونات والتي خلقت بدورها ذرات جديدة في الكون دون أن يكون هناك أي مصدر للضوء. أطلق العلماء على تلك الفترة من تاريخ الكون العصور المظلمة. بعد 180 مليون سنة من عمر الانفجار العظيم بدأ الهيدروجين مع الهيليوم بتوليد حرارة من درجات كبيرة لتظهر أولى أشكال النجوم. ظهرت سلسلة من الاندماجات والانفجارات عرفت بالمستعرات العظمى أو سوبرنوفا، والتي أدت لظهور المجرات لتندمج تلك المجرات الصغيرة مع الكبيرة مشكلة ثقوباً سوداء بعد مليار سنة من الانفجار الكبير. نظامنا الشمسي ظهر قبل حوالي 4.5 مليار سنة مع كواكبه. ظروف كوكبه الثالث ومسافته من نجمه الشمس مكنه من الاحتفاظ بالمياه والجليد ضمن طبقته الخارجية. ظهرت أولى أشكال الحياة منذ قرابة 3.5 مليار سنة، كانت على شكل ميكروبات تعيش في مياه البحار والمحيطات، لتتنوع بعدها الحياة من نباتات وحيوانات ضخمة مثل الديناصورات. دراسات الآثار وعلم المستحاثات أظهرت أن الإنسان ظهر على سطح الكرة الأرضية منذ قرابة 200,000 سنة.